السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخواتي، نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وفي أتم الصحة والعافية. اليوم جيت نتشارك معكم وصفة ديال لي فينونسي باللوز. كتجي روعة، تيجيو للشاش، تيجيو للطبين، مذاق اللوز، واللي ذاقو ما عندي كيطلب مني الوصفة. نتمنى تجربوهم وتردوا عليا في التعاليق. ندوزو المقادير وطريقة التحضير. تفضلوا معايا. هاد المقادير اللي غنعطيكم تقدروا ديروا غير النص ديال المقادير، لأن ما شاء الله تتحط. لهذا الحلوى كنحتاج 320 غرام ديال اللوز اللي كنفسخو وتنطحنو، كنفسخو تنيبسو وتنطحنو وكنغربلو حتى كيولي لوز غبره. كنحتاج 320 غرام ديال ابيض البيض، اي ما يعادل 9 ديال البيضات. عندي 300 غرام ديال السكر كلاصي مغربل، وعندي 30 غرام ديال العسل، و30 غرام ديال الجلوكوز كان او تريمولين. اللي عندها تريمولين دير تريمولين، اللي ما عندهاش تريمولين دير غليكوز. انا هو اللي عندي دابا ما بقاش عندي تريمولين. كنحتاج 200 غرام ديال الزبده من اصل حيواني اللي غندوبها حتى تولي بوغ نوازيت، وكنحتاج 140 غرام ديال الفورس، نص خماره وحيده خنيشه ديال ايديال، خنيشه فاني ايديال عفوا. وهنا عندي 40 غرام ديال شوكولا اون فيرميسيل. ندوزو لطريقه التحضير. اول شيء غادي نخلطوا النواشف. غناخذ اللوز غندير عليه خنيشه الفاني، غندير عليه نص خماره، غنزيد عليه الفورس راني مغربله، وغنزيد عليه السكر كلاصي حتى هو مغربل، وغادي نخلط النواشف. غادي نخلي على جنب، غادي ناخذ ابيض البيض، غادي نخدمو غير بالفوي مانويل، غادي نخدمو حتى يكشك شويه. انا غنخدمو باش ما ندير لكمش صداع ونتلاقى. ها نتوما تتشوفوا غير تيكشكش غير شويه، كيدير هاد الرغوه صافي. غتوقفو وغتزيدو النواشف، غنزيدو عليه اللوز، نخلطو، صافي غنخلي على جنب. وفي هذا الاثناء غادي ندير الزبده تذوب باش نردها بغنوازيت. وها اخر مرحله هي الشوكولا اون فيرميسيل. هادشي علاش تنسميوه فينونسي تيغري. تنزيدوها وتنخلطوا. كتجي منمشه هكا، المهم خلطوا مزيان حتى تحسوا بها كلها توزعت في الخليط.
صافي دابا غندير فيلم اليمونتير وغندخلها للثلاجه تبرد باش تجمع راسها. انا ما غنخدمهاش دابا، غنخدمها حتى الصبح، غنخليها ليله كامله، وهي اون برينسيپ ساعتين المكانه كافيه. لكن انا غنبيتها ليله كامله لان عندي شغل اخر، وغنتلاقاو. انا من جديد هنا بعد ما بات هاد لي فينونسين، بعد ما بات العجينه ديالهم في الثلاجه، غادي نديرهم في لابوشادو بهذا الشكل. ديرها في كاس، هانتوما شتو كي تولي شو كتعقد. المهم نتوما جبدوها بواحد ربع ساعه او ثلث ساعه في الثلاجه قبل ما تخدموا بها. انا مزروب عليها، خاصني نخدمها دابا. غنحيدها من الكاس وغندفعها للقدام بهاد السباتولا او اي شيء عندكم. وغادي نديرها في هاد لي سيليكون ديال لا ريفيرونس ديالهم الاصليين اس اف دي 3 اس اف 010، وهادو الثانيين دي 010. المهم هادو رفيت خدمت معاكم بهم الشكلاط، وخدمت معاكم بهم ديك الحلوه ديال اللوز ديال نوازيت. غادي نقطع لها درويس بالمقص، انا عندي هنا 3 سيليكون باش ما نبقاش نطيب غير وحده بوحده، كاين اللي عنده غير وحده يستحسن دائما نزيدو جوج او ثلاثه باش غطيبو طيبو طياب واحد. بسم الله. هانتوما ما تعمروش بزاف، ديروا بحساب بقى حيت كاينه الخميره، درنا فيها البارح نص خميره. انا الشهر بقى عندي الخليط شويه قاصح، خليه نتوما واحد ثلث ساعه كيطلق راسو كيعطيكم الطوح. سمحوا لي اخواتي، احتاجيت ندير المونتاج، لقيت راسي ما كنتش تنصور منين كنت تندوب الزبده بوغ نوازيت، وما صورتش منين عمرت لي سيليكون كاملين، او يمكن محيت لا فيديو. المهم ملي تنعمروا لي سيليكون كنهزوا السيليكون هكا وتنخبطوها، تنخبطوها باش ما كتبقاش الفراغات في لاباط، كتهزوها شويه عاليه وتتخبطوها هكا. والبيغ نوازيت كنديرها معاها، كندير معاها العسل، وكندير معاها شويه ديال الجلوكوز، وتندوبهم اون ميم طون. ولكن ملي تنكون تندوب ما تنوقفش من التحرك بالفوي صغير او اللي كاين او سباتول، بقاو تحركوا تحركوا نتوما باش حيت لان الزبده كتبدا تتكشكش، حركوها مزيان حتى كتشوفوا اللون ديالها تبدل، ولا بيغ نوازيت كتولي عاطيه داك اللون ديال السمره، وكتخليوها غير تستعدل شويه، وكتزيدوها على ثلاثه ديال الدفعات. مشات لي هاد لا فيديو كلها استسمح. كديروا الدفعه الاولى وكتخلطوا مزيان، وديروا الدفعه الثانيه وتخلطوا مزيان، واللي بقى عاد تكبوه وتتخلطوا، كتحطوها وهي ديك تدخلها للثلاجه واحد ساعتين، او كتبيتوها ليله كامله عاد كديروها في السيليكون. بعد ما خرجوا من الفران خليهم حتى يبردوا شويه، ما تحيدهمش وما سخونين، راه تيلصقوا تيتهرسوا. هانتوما، ومع ذلك هانتوما شتيو هاد الفراغات اللي قلت لكم عليهم، كتبقى واحد البليصه بحال محفره، ضروري تخبطوهم مزيان. دابا غادي نحيدهم وغنجيب هاد لي كيسيت هادو، غادي نهرسهم على تقريبا لا فورم ديال هادي،
عيني ميزاني، غادي نهرسهم شويه. وغادي نقيس وحيده، غادي نشوف صافي جات قياسها. وهاد الوسط ديالها غادي ندير له لاكاناش، غنخلط غنصوب لاكاناش ديال الشوكولات ونتلاقاو. غنحتاجو لاكاناش 50 غرام ديال القشده الطريه، 57 غرام ديال الشوكولات الاسود او شوكولا غيش. انا ما عنديش، درت هاد الشوكولا دكوفيرتور وتنقطعو طريفات صغار. واللي ما عندهاش تقدر دير كلاصاج ميغوار. عندي معلقه صغيره ديال الزبده. ندوزو طريقه التحضير. غادي ندير هنا 50 غرام، غنديرها فوق النار حتى تغلي وغنزيد عليها الشوكولاط. بسم الله. غادي نقص واحد الشويه لان تكبت ليا اكثر من 50 باش نجيب المقادير مضبوطه. هذا كريم فريش بدات تغلي، غنضيف عليها الشوكولاط مع التحريك. نتوما كتبقاو تتحركوا مع التحريك. طفيت عليها، دابا غنزيد الزبده. الزبده تتعطي هذيك لا بريونس. صافي ها لاكاناش وجدات. دابا غنديرها في بوشادو وغنعمر بها ديك لي ترو ديال الفينونسي. نتلاقاو. استسمح ما كنتش نصور مع تمل هاد لا فيديو، او التليفون ما تنردلوش البال. المهم حتى ساليت وجمعت هادو اللي بقاو ليا. المهم انا تنوريكم كيفاش نعمرو هاد لي ترو. خاصهم شويه لا كاناش ما كتبقاش يدها لا بغيونس. هانتوما شفتوها صافي. تنخليهم غير يجمعوا راسهم شويه صافي، تن ندوزو لمرحلة التقديم. ها لي فينونسي ديالنا بعد ما وجدو، صدقوني تيجيو روعة في المذاق وتيجيو بريزونطابل في لي بلاطو في المناسبات. تنديروهم مع لي كاطو سواغي او تنديروهم مع الحلوة ديال اللوز. وكنتمنى تجربوهم وتردوا عليا في التعاليق، اللي دائما تتحفزني سواء ايجابيه او سلبيه. بها كنزيدوا للامام. وتنقول لكم شكرا على الناس اللي تابوناو عندي. وفضلا وليس امرا ديروا لايك وديروا ابوني وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. وما تنساوش ديروا البارتاج مع الاصدقاء والاحباب. والى اللقاء في وصفه قادمه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.